ناخد بقى الأسئلة اللي جات لنا، زي طبعا ما معوداكم على طول تبعتولي على البيج بتاعتي على الفيسبوك أو الانستجرام كل الأسئلة عن الشعر وعن البشرة اللي هنلحق نرد عليه في الحلقة هنرد عليه، واللي مش هرد عليه في الحلقة هرد عليكي على طول. لو شعري دهني أغسله قد إيه؟ عايزه اقول السؤال ده اختلفوا فيه كتير جدا خبراء التجميل، لكن انا يعني ضد اغلب الاراء ان مفيش شعر شبه التاني. يعني الشعر الدهني او شعرك دهني جدا ولا شعرك دهني نسبه افراز الغدد اقل شويه، يعني في دهني جدا وفي دهني متوسط وفي جاف جدا. طيب هنا نعمل ايه؟ لو شعرك دهني بتغسلي شعرك من مرتين لثلاثه في الاسبوع، الشامبو بتحطي البلسم على اطراف الشعر او حتى لو حطيتيه في الجذور لازم تغسليه كويس جدا، وتهتمي اكتر ان البلسم وحمام الكريم يكون على اطراف الشعر. طب لو شعري جاف، في ناس بقى شعرها جاف بتعمل ايه؟ بتغسله مره واحده بس في الاسبوع. طب ما انت شعرك الجاف ده كل ما تيجي تسرحيه وهو ناشف ما بيتسرحش، او شعر بنتك هو بيتكسر في ايدك وبيتقطع، فانت محتاجه انك ترطبيه. طب هو محتاج هنا ترطيب ايه؟ محتاج حاجتين، محتاج ميه ومحتاج بلسم، يعني تحطي بلسم وحمام كريم. فالشعر الجاف بنغسله مره واحده بس بالشامبو في الاسبوع، وبنغسل بالبلسم وحمام الكريم مرتين او ثلاثه في الاسبوع. ما تسرحيش ابدا ابدا الشعر وهو ناشف وبتحسي ان هو كده بيتكسر في ايدك. ولو شعر دهني مرتين او ثلاثه في الاسبوع، لان الدهون بتقفل مسام الشعر. ولو مسام شعرك اتقفلت فهنا بتحصل تساقط وبتحصل قشرة، بتدي يحصل حبوب وتحصل بكتيريا في فروة الشعر، فمهم جدا ان شعرك لازم يكون نظيف.